15 مدنيا سقطوا شهداء إثر غارة جوية لطائرة التحالف العربي غرب تعز. وفق مصادر محلية، فإن الغارة التي وصفت بالخاطئة استهدفت سيارة مدنية أثناء مرورها في طريق فرعي بمنطقة شعب في مديرية الوازعية غرب المحافظة. الغارة ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة التي تطال أهدافا مدنية في ذات المنطقة ومناطق أخرى. وعلى بعد كيلومترات من الغارة كانت قوات الجيش الوطني تحقق تقدما جديدا شمال شرق مديرية موزع. مصادر عسكرية أكدت وصول قوات الجيش إلى مشارف منطقة الباقرية بعد خوضها مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة مع الميليشيا المتمركزة في مداخل النجيبة. تقدم الجيش باتجاه مديرية موزع دفع بالميليشيا إلى زرع محيط المنطقة بالألغام لعرقلة تقدم قوات الجيش الوطني هناك. وفي الزهاري أولى مديريات محافظة الحديدة أجبرت قوات الجيش الوطني عناصر الميليشيا المتسللة إلى المنطقة على الانسحاب إلى مزارع الرمة شمال المخاء. وتسعى قوات الجيش الوطني إلى تكثيف عملياتها العسكرية في الساحل الغربي بغية استكمال الشريط الساحلي والوصول إلى ميناء الحديدة الاستراتيجي، الأمر الذي قد يساهم في قطع إمداد الميليشيا وإجبارها على التراجع والاستسلام.